الحمد لله معي المودة والصداقة. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها الخوف اللي عم يحاولوا يحطوه في قلوب الناس مرفوض، إحباط هجوم الحمر الانتحاري محل تنويه شعبي وسياسي، والحريري يتفقد مقهى الكوستا. عندنا نجابه الإرهاب بمزيد من الديمقراطية، بمزيد من الاعتدال، بمزيد من الانفتاح. تيار المستقبل يواصل الانتخابات تجديدا لقيادته، ويوم انتخابي في كافة المناطق لاختيار أعضاء المنسقيات. محادثات أستانا حول سوريا تنطلق اليوم، وتثبيت وقف النار وإيجاد حل للأزمة أبرز البنود. صباح الخير. بعد الإشادات الواسعة التي لقيها الإنجاز الأمني الاستباقي الذي حققته مديرية المخابرات وشعبة المعلومات إحباطا للعملية الانتحارية في قهوة الكوستا في الحمراء، نوه رئيس مجلس الوزراء رئيس سعد الحريري بمديرية المخابرات وشعبة المعلومات، وتفقد مساء أمس مقهى الكوستا، مؤكدا رفض وإدانة الإرهاب، ومؤكدا دور الأجهزة الأمنية في حماية اللبنانيين. إلى مقهى الكوستا في الحمراء توجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتفقده، يرافقه وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الدفاع يعقوب الصراف. الرئيس الحريري وبعد أن صافح الموجودين في المقهى أكد أن إحباط العملية الانتحارية كان نتيجة التعاون بين كل القوى الأمنية. حبينا نجي نقول للناس أنه البلد بخير مدام هالوحدة وهال التماسك بين الشعب اللبناني، وخاصة كمان أيضا بوجود فخامة الرئيس وعينه الساهرة على الأمن والقوى الأمنية، إن كان وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية اللي قاموا بشغل كتير كبير، واللي عم يقولوا بيقوموا كل يوم بشغل كتير كبير، هيدا واجبهم. ونحن جينا لهون لحتى نقول للناس لا، الخوف اللي عم يحاولوا يحطوه في قلوب الناس مرفوض. نحن حنضلنا عايشين حياتنا، حنضلنا نحب الحياة، حنضلنا ننزل على القهاوي، حنضلنا ننزل على المطاعم، ولازم الناس تنزل على المطاعم. اللهم انه دائما حطوا ببالكم انه تعاونوا مع القوى الأمنية، اي شيء غلط بتشوفوه دغري خبروا القوى الأمنية وهن بيهتموا بكل الامور. انتم شايفين انه هالجهد كبير اللي عم يصير من قبل ان كان الجيش ولا القوى الأمن الداخلي ولا أمن الدولة ولا أمن العام، هو جهد استثنائي. وهذه العملية بين مخابرات الجيش وبين شعبة المعلومات اللي قاموا بجهد كثير كبير، الحمد لله يعني هن كانوا متابعينه ونحن كنا متابعين الموضوع، إن كان وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا أنا شخصيا متابعين العملية بلحظتها، والحمد لله يعني حصل ما حصل امبارح واكتشفنا وانقبض عليه. طيب دكتور رئيس، هل في البعض عم يحكي اليوم انه لبنان دخل مرحله جديده بمواجهه الارهاب، هل من خطوات اضافيه اكثر لتريح اللبنانيين؟ يعني بالفعل امبارح البلد زمطنا، بس في نقزه. ليك شوف، نحن مش يعني اول مره بنتعرض على هالشيء، ما في شك انه اللي حصل امبارح الجهد كبير بتعاون بين القوى الأمنية، وأنا بقول لكم أنه فخامة الرئيس يعني كان بمجلس الدفاع الأعلى بيومتها طلب من أنه يكون في شغل بين كل القوى الأمنية ويكون في تعاون ويكون في غرفة عمليات، وهيدا يمكن نتيجة اليوم اللي عم نشوفه، هي نتيجة هالعمل، نتيجة يعني تصور فخامة الرئيس بأنه لازم القوى الأمنية تتعاون.
فنحن يعني عم نمشي بعمل علمي وعمل يومي وعمل وجهد كتير كبير من قبل مخابرات الجيش ومن شعبة المعلومات، لأنه نعم في تهديد ولكن في رجال وفي رجال ونساء عم يشتغلوا ليل نهار عشان يكون الأمن بهالبلد بالشكل اللي انتو عم تعيشوه كل يوم. فبقول انه للبنانيين ما تخافوا إلا من الله، الله حمينا وإن شاء الله هالبلد بألف خير، وأعدائنا هن اللي حيخسروا مش نحن. وختم الرئيس الحريري: نحن بلد الأرزة والأرزة ستبقى مرفوعة والشعب سيبقى فخورا بإذن الله. إحباط العملية الانتحارية ترافق مع معلومات كشفتها الأجهزة الأمنية عن المواد التي كان يحتويها الحزام الناسف إلى جانب هوية الانتحاري وانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي. تقرير شرب العبود. ثوان قليلة فصلت شارع الحمرة ومعه لبنان عن كارثة دموية. خطوات قليلة خطاها الإرهابي إلى الكوستا كافي ليقع بعدها في قبضة الأجهزة الأمنية التي وفق ما توفر من معلومات كانت تترصده نتيجة عملية متابعة من شعبة المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني. وبحسب المعلومات فإن الإرهابي الذي ارتدى حزاما ناسفا يحتوي على 8 كيلوغرامات من المواد الشديدة الانفجار وقطع حديدية وفتيل صاعق للتفجير ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، لبناني الجنسية ويدعى عمر حسن العاصي من صيدا. سمعنا بالإعلام وقت لما تصاب بالمعركة الأولانية بعبرة اللي كانت بين الشيخ الأسير وسرايا المقاومة، تصاب فيها هذه الحادثة. سمعنا عنه بالإعلام يعني. شو بتعرف؟ وشفته أنا بعد فترة بالجامعة هون بين حجازي بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة يعني. وقال لي انه هو حكيت معه يعني سلمت عليه وهيك، وقال لي انه هو يمكن انه تسجل بالجامعة على اساس انه هو يعني انه خلص يعني انه تسجل بالجامعة انه متابع حياته يعني. بأي جامعة؟ يعني بتصور بالـ AUST. قيادة الجيش مديرية التوجيه قالت في بيان أصدرته أنه في عملية نوعية ومشتركة بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أحبطت قوى من مديرية المخابرات حوالي الساعة 10:30 من مساء السبت عملية انتحارية في مقهى كوستا في منطقة الحمرة، أسفرت عن توقيف الانتحاري المدعو عمر حسن العاصي الذي يحمل بطاقة هويته، حيث ضبطت الحزام الناسف المنوي استخدامه ومنعته من تفجيره. وقد حاول الموقوف الدخول عنوة إلى المقهى ما أدى إلى وقوع عراك بالأيدي مع القوى العسكرية، ونقل على الأثر إلى المستشفى للمعالجة. سريعا عادت الحياة إلى طبيعتها إلى واحد من أكثر الشوارع اكتظاظا في العاصمة اللبنانية بيروت، ولسان حال رواده واحد: الحمراء خط أحمر. هذه من عاداتنا اليومية، الرواد الدائمين للشارع، وبعتقد أنه من قبيل أنه واحد يتحدى هيك ظاهرة، أنه يغالب خوفه، لأنه الذعر العام بيعطل الحياة، ونحن مع تجاوز الخوف. ما لقوا غير الكوستا، أنت بتعرف شو تاريخها هيدي قبل ما تكون كوستا وهورس شو، وما في حدا بالعالم العربي ما بيعرفها. فلحنا تمام بدنا نضل قاعدين بالكوستا وبدنا نضل بالحمرة. شو الحمرة؟ هلا حبيبي الحمرة شغلة كبيرة. نحن مش زبونات الكوستا، استقصدنا نجي اليوم بعد اللي صار، حتى جبنا معنا كيلو بقلاوة بس لأنه الحمد لله على السلامة للشباب وبس هيك. وهذه الحمرة يعني بنحب جو الحمرة، بنحب جو بيروت، بنحب جو الكوستا، والحمد لله الله مدها على خير امبارح. والى المكان حضر ايضا رئيس مجلس بلديه بيروت جمال عيتاني مع عدد من اعضاء المجلس البلدي. اولا بفضل الله عز وجل
وبفضل الأجهزة الأمنية اللي موجودة عنا والقوى الأمنية كاملة بيروت آمنة. بيروت آمنة لأنه أهلها كمان مصرين على أنه تكون آمنة. أنا بدعي الناس كلها أنه تعيش حياة طبيعية، وأنت حتشوف اليوم تمشى ببيروت حتلاقي أنه بيروت حياة طبيعية فيها جدا. وفي صيدا داهمت قوة من الجيش اللبناني منزل العاصي في منطقة شرحبيل، وعملت على تفتيشه وضبطت بداخله جهاز كمبيوتر وبعض الوثائق، وأوقفت 2 من أشقاء العاصي هما محمد وفاروق، وآخرين من أهل البخاري والحلبي كانا موجودين في المكان. وفي المعلومات أن العاصي الذي يعمل ممرضا في إحدى مستشفيات صيدا لم يكن مطلوبا في ملف أحداث عبرة، ولم يكن متواريا رغم أنه كان يتردد على مسجد بلال بن رباح في تلك الفترة، وأنه كان ضمن فريق المسعفين الخاص بالمسجد، وتردد أنه أصيب في الاشتباكات التي سبقت أحداث عبرة بأيام، وعمل بعدها لفترة في محل لبيع العصائر في مدينة صيدا قبل أن يعمل ممرضا في المستشفى. في شأن أمني آخر، أعلنت قيادة الجيش عن دهم منزل مشتبه به في منطقة وادي خالد في عكار، حيث أوقفته وضبطت في المكان 6 بنادق حربية و13 رمانة يدوية وبندقية ونحو 10,000 طلقة، بالإضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية. توعد وزير الداخلية نهاد المشنوق خاطفي المواطن سعد ريشة باقتراب لحظة القبض عليهم وبإنهاء ظاهرة الخطف واجتثاثها من البقاع ومن كل لبنان. وأكد المشنوق في بيان له أنه اتصل برئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، واتفق على توجيه تحية إلى أهالي بريتال على موقفهم المشرف باستنكار الجريمة وإدانتها دفاعا عن العيش المشترك في البقاع، لافتا إلى أن إطلاق سراح ريشة لا يعني أبدا وقف ملاحقة الخاطفين، بل إنه لا تراجع قبل سوقهم أمام العدالة لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بهم. وأشار المشنوق إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أول المطالبين بذلك. وتتابعون بعد الفاصل. الذكرى 9 لاغتيال الشهيد الرائد وسام عيد. يصل إلى بيروت اليوم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون البلدية الكويتي الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح، موفدا من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ناقلا رسالة خاصة منه تتضمن استعدادات الكويت لمعاونة لبنان في مختلف المجالات. كما يصل غدا وفد وزاري سعودي يتقدمه وزير الدولة لشؤون الخليج العربي تامر السبهان، وبعد غد تصل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فيدريكا موغوريني للقاء رؤساء الثلاثة وبحث قضايا أمنية وميادين التعاون وسبل التعاضد لمواجهة أزمة النازحين السوريين. لمناسبة الذكرى 9 لاغتيال الشهيد الرائد وسام عيد ورفاقه، استذكر الرئيس الحريري إنجازات الشهيد، مؤكدا الاستمرار في الدفاع عن القضايا الوطنية التي استشهد عيد من أجلها. وجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التحية لروح الشهيد الرائد وسام عيد الذي ساهمت جهوده الحثيثة ومثابرته ووطنيته في كشف كل تعقيدات وخبايا شبكة اتصالات المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال الحريري في بيان لمناسبة الذكرى 9 لجريمة اغتيال الشهيد عيد ورفاقه: لقد افتدى شهيدنا البطل بفضل إنجازاته النوعية أرواح العديد من رجالات لبنان وأنقذهم من براثن الاغتيال وكشف مخططات استهداف سيادة واستقرار الوطن. وقال الحريري: نعاهد الجميع وخصوصا ذويه وأحبته ورفاقه أننا مستمرون في الدفاع عن القضايا والمبادئ الوطنية التي استشهد من أجلها، ولن ندخر جهدا لملاحقة القتلى والاقتصاص منهم مهما طال الزمن. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أحيت ذكرى رائد الشهيد وسام عيد، واللواء بصبوس أشاد بإحباط عملية الحمرة.
لمناسبة الذكرى السنوية 9 لاستشهاد الرائد وسام عيد ومرافقه المعاون أسامة مرعب، زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص على رأس وفد رفيع من الضباط منزل عائلة الشهيد عيد وقدم التعازي لذويه. اللواء بصبوص أشار إلى أن إنجازات الرائد الشهيد لم تقتصر على كشف خفايا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنما تمكن بفضل عقله النير من كشف العديد من شبكات التجسس التي كانت تعمل على الأراضي اللبنانية لصالح العدو الإسرائيلي والعديد من الشبكات الإرهابية، وكان آخرها اعتقال انتحار الحمرة. كما تم وضع أكاليل من الزهر على ضريح الرائد الشهيد، وقد وضع النائب كاظم الخير إكليلا ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. أنجز تيار المستقبل أمس انتخابات أعضاء مكاتب المنسقيات في لبنان، وقد بارك الأمين العام للتيار أحمد الحريري في تغريدة عبر تويتر للتيار هذا الإنجاز، معلنا أن نسبة الإقبال عليها بلغت 77% بمشاركة 9433 ناخبا من المنتسبين. تقرير مها ظاهر. منذ 9 صباحا موعد فتح صناديق الاقتراع بدأ عدد من حوالي 2500 منتسب لتيار المستقبل بالتوجه إلى مركز بيال لاختيار أعضاء مكتب منسقية بيروت البالغ عددهم 11 عضوا من أصل 37 مرشحا على قاعدة وجود عضوين ضمن كوتا نسائية وآخرين ضمن كوتا شبابية لمن هم دون 35. أكيد تجربة نوعية وخاصة لأول مرة عم بتصير بهذا الحجم الكبير للتيار، بعد ما شفنا المؤتمر العام اللي يعتبر من أهم المؤتمرات بالشرق الأوسط، عم نشوف كمان انتخابات ديمقراطية للماكسيموم. هيدي تجربة جديدة ديمقراطية، إن شاء الله في تغيير، في دم جديد بده يفوت، واهم شيء انه نحب بعض لحتى الخدمات تجي لحالها تلقائيا. ديمقراطي بامتياز، وهذا قلبنا كبران فيه نحن بغض النظر مين راح ينجح او ما يتوفى. تيار المستقبل تيار ديمقراطي، وهو يتبع عمليه التنافس بالوصول الى المراكز الاساسيه على مستوى مكتب بيروت وحتى المكتب السياسي والمكتب التنفيذي. اهالي بيروت بحاجه لمين يرجع يقعد معهم يسمع اوجاعهم، نجرب نعمل تغيير لإلهم، لأنه صاروا عن جد يعني التواصل معهم كتير ضروري. أنا مبسوط أنه نحن كلنا عم نكون جسد واحد وعم نكون عائلة واحدة إن شاء الله، بغض النظر أنه نحن متنافسين، وإن شاء الله النجاح حليفنا إن شاء الله كلياتنا. الانتخابات جرت على وقع أجواء هادئة وديمقراطية وتحت إشراف هيئة الرقابة والإشراف في تيار المستقبل. الجو كتير ديمقراطي، الجو تنافسي ضمن العائلة الواحدة. نعم. كلنا تيار مستقبل، كلنا تنافس نحو الأفضل، نحو يعني مزيد من دعم الإيجابيات واستخلاص العبر من ربما من السلبيات. ما تسجلت كتير ملاحظات، بغض النظر يعني بيصير في منتسبين مش واردة أسميهم على لوائح الشطب، عم تتم معالجة هذا الموضوع بين غرفة العمليات المركزية وبين لجنة الإشراف. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري جال في مركز الاقتراع في بيال منوها بالتجربة الديمقراطية للتيار والرسائل التي هدفت إليها هذه الانتخابات. اليوم هو رسالتين، الرسالة الأولى أنه نحن كتيار ديمقراطي عندلنا نجابه الإرهاب بمزيد من الديمقراطية، بمزيد من الاعتدال، بمزيد من الانفتاح، وهذه طبعا رد صارخ على الشيء اللي كان حيصير مبارح واللي الله سلم البلد بعد جهد الأجهزة الأمنية المشكورة إن كان المخابرات أو المعلومات، واللي سلموا البلد مبارح من مصيبة. وهي برسالتها الثانية هي هدية بذكرى اختيار رئيس الشهيد رفيق الحريري اللي جايب 14 بات ذكرى 12، واللي عم نأكد فيها انه نحن برغم الزلزال الكبير اللي صار ب 14 بات واللي كان الهدف منه الغاء تيار المستقبل وانهائه، عم نرد على الجميع انه لا، بعدنا قاعدين وبعدنا واقفين، بعد تيارنا عم بيكبر أكثر وأكثر. هذا وسيكون تيار المستقبل على موعد ديمقراطي آخر يوم الأحد المقبل لانتخاب أعضاء مكاتب القطاعات والمصالح المركزية. انتخابات مكاتب المنسقيات في تيار المستقبل على مستوى المناطق اللبنانية كافة في هذا التقرير.
شهدت 15 منطقة لبنانية انتخابات مكاتب المنسقيات في تيار المستقبل، حيث جرى الاقتراع وسط أجواء ديمقراطية وهادئة ومشاركة لافتة من مختلف القطاعات ومكاتب ومنتسبي التيار. في مدينة صيدا التي يبلغ عدد ناخبيها لهذه الانتخابات من 157 ناخبا، تنافس 13 مرشحا على 7 مقاعد بعد فوز مرشحين بالتزكية وانسحاب 6 مرشحين آخرين. وقد وصف الناخبون الانتخابات بأنها عرس ديمقراطي. أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري زار عددا من مراكز الاقتراع وأكد بعد الإدلاء بصوته أنه اقترع بورقة بيضاء لأنه يعتبر أن الجميع عائلته وأقرباءه، وأشار إلى أن تيار المستقبل يمر بمرحلة جديدة سيكون لها تقييم لإيجابياتها وسلبياتها، مؤكدا أن الهيئات المنتخبة ستقوم بعمل مضاعف عن الهيئات المعينة لتثبت نفسها وتكون على قدر الناس الذين صوتوا لها في الانتخابات. وكما في صيدا كذلك في عكار أجواء ديمقراطية تنافسية وسط مشاركة كثيفة وتنافس للائحتين فيما يبلغ عدد الهيئة الناخبة 2029 صوتا. الحركة جيدة إن شاء الله ومنتأمل يعني من الكل يدلي بصوته بكل حرية لحتى نثبت إنه هذا التيار يعني تيار يعبر عن نبض الناس وعن رأي الناس. دائما هذا عرس الديمقراطية اليوم في عكار، عرس الديمقراطية لتيار المستقبل في كل لبنان بتوجيهات من دولة الرئيس سعد الحريري حتى يأكد اليوم أنه تيار المستقبل تيار ديمقراطي ولن نقبل إلا برأي الشعب مهما كانت هذه النتيجة. هم في لوائح متنافسة، في ناس منفردين، عكار من المعارك القوية اللي عم تشهدها بكل ديمقراطية كل الناس، وإن شاء الله بتمنى التوفيق للجميع. وفي البقاع الغربي والأوسط كما في كل منسقيات تيار المستقبل في لبنان جرت عملية الاقتراع بشكل هادئ وحضاري، وأكد الناخبون أن الانتخابات دليل على عافية التيار وعلى ممارسة الديمقراطية السليمة في مسيرته. هذه المحطة بدنا إياها تأسيسية لشغل كبير نطلنا على المستوى التنظيمي بالبقاع الغربي والرشاد. مهما كانت النتيجة راح الفائز هو تيار المستقبل بقرار من الشيخ سعد الحريري اللي قال أنه كله راح يجي بالانتخابات. وفي مدينة بعلبك انتخاب 7 أعضاء لمكتب المنسقية وتنافس بين لائحتي التوافق والتغيير، إضافة إلى 4 مرشحين منفردين في أجواء من الديمقراطية سادت العملية الانتخابية، ويبلغ عدد المقترعين الإجمالي 317 مقترعا في هذه المنسقية. من حق الجميع أنه ينتسي يخوض هالمعركة هاي، وبتأمل أنا أنه بالآخر اللي حيحوز على الأصوات الأكثر حينجح، ونحن بهمنا أنه مسيرة التيار ببعلبك تستمر. نحن بنحترم إرادة كل الناخبين، مساء إن شاء الله منبارك للناجح، وبنرجع منقول هي تكريس للديمقراطية ضمن تيار سياسي ديمقراطي على صعيد لبنان. وفي عرسال جرت العملية الانتخابية لاختيار 7 أعضاء في مكتب المنسقية، فيما ترشح 16 عضوا ضمن تحالفات فردية، ويبلغ عدد الناخبين 365. وبدورها شهدت منطقة البترون أيضا انتخابات ديمقراطية وسط تنافس هادئ ومشاركة واسعة. تيار الاعتدال، تيار رفيق الحريري، يمارس أهم رد على الإرهاب الذي عاد شبحه مساء أمس فوق سماء لبنان من خلال العملية الانتحارية اللي الحمد لله لم تنجح بفضل جهود القوى الأمنية. إجماع في تيار المستقبل على أن الانتخابات ستفرز جيلا جديدا ودما جديدا، خصوصا أنها ستستكمل بانتخابات القطاعات الأخرى، مما يدل على تفعيل العملية الإصلاحية الشاملة. وتتابعون بعد الفاصل. مع استمرار المعارك مصر تمدد مشاركتها في عاصفة الحزب. في الأخبار الإقليمية والدولية تنطلق اليوم محادثات أستانا حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية في مسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا وإيجاد سبل لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد. وقد أجرى وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمنوف لقاءات مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا ورؤساء وفود الدول المشاركة في محادثات أستانا بين المعارضة السورية والنظام في إطار التحضيرات لإطلاق المحادثات. والتقى عبد الرحمنوف رؤساء وفود إيران وروسيا وتركيا لمناقشة جوانب الاجتماع الدولي الذي يهدف للتوصل إلى تسوية للنزاع في سوريا.
إلى ذلك يواصل الجيش الوطني اليمني تقدمه على العديد من الجبهات، ومصر تمدد المشاركة العسكرية في عاصفة الحزم في اليمن. يواصل الجيش اليمني تقدمه على العديد من الجبهات، فقد تمكن في الساعات الأخيرة من تحرير مواقع جديدة في نهم شرق صنعاء، والتي تشهد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وبغطاء جوي من طائرات التحالف التي شنت 4 غارات على معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب صنعاء، وسمع عدوي انفجارات هائلة جراء القصف، فيما تمكنت المدفعية اليمنية من إصابة أهداف عسكرية محيطة بمطار صنعاء الدولي. مصادر عسكرية أشارت إلى أن وحدات الجيش تمكنت من تحرير منطقة الصافح الأبيض التي تمتد أكثر من 4 كيلومترات شمال شرق صبوغة في جبهة الميمنة بمديرية نهم، كما تمكن الجيش من قطع طريق الإمداد على الميليشيات. وفي المخاء واصلت قوات الجيش والمقاومة التقدم إلى أطراف المدينة، بينما قطعت وحدات أخرى الطريق الواصل بين المخاء والحديدة لمنع أي إمدادات قادمة للمتمردين. إلى ذلك تصدت القوات السعودية المشتركة بمساندة طيران التحالف ومروحيات الأباتشي السعودية ل4 عمليات هجومية من قبل الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة جازان. وفي شأن متصل، وافق مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمديد مشاركة مصر في عملية الحزم والاستمرار في المهمات القتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب. وفي الختام نعود للتذكير بالعناوين. الخوف اللي عم يحاولوا يحطوه في قلوب الناس مرفوض. إحباط هجوم الحمر الانتحاري محل تنويه شعبي وسياسي، والحريري يتفقد مقهى الكوستا. عندنا نجابه الإرهاب بمزيد من الديمقراطية، بمزيد من الاعتدال، بمزيد من الانفتاح. تيار المستقبل يواصل الانتخابات تجديدا لقيادته، ويوم انتخابي في كافة المناطق لاختيار أعضاء المنسقيات. محادثات أستانة حول سوريا تنطلق اليوم، وتثبيت وقف النار وإيجاد حل للأزمة أبرز البنود. بهذا نكون قد وصلنا لختام نشرة الأخبار. أشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء. خلونا معي المودة والصداقة.